say that he said that he and said he أسعد الله أوقاتكم. أنا المدعو غريغوري جرابيد بوياجيان الكائن في الأشرفية حي الأرمن شارع حاتم الطائي. وأنا عم بحكي معكم من المختبر تبعي. وأنا شخص فيزيائي علم الميكانيك والكهرباء والطبيعة. وأنا شخص مخترع. مخترع وصاحب نظريات ايديولوجي وجيولوجي. وأنا شخص بكتب شعر وأدب. هذا من تأليفي. ديوان النشويات. ديوان النشويات. في عمان ديوان. ديوان النشويات. ديوان النشويات أيوة سادة بالعربي بالإنجليزي. طبعا ما أخذ عليه حقوق طبعا نشر. وهذا الكتاب شاء القدر انه كتبت فيه قصائد غزل في المرأة. الحمد لله أبقى لانه الانسان نصه بالآدم نصه حواء. من غير آدم وحواء ما في حياة. فالانسان اذا ما بده يكتب بنفسه في حواء في ما بده يكتب. نحن قلنا يا سالس الوليل يا سالس الوليل طز عدوي تار الليل يا سالس الوليل. عز نفسك تجدها. عز نفسك تجدها. يا روح ما بعدك روح وراسك غيرك ما بحكها. ما بحكها يا سالس. يعني كل انسان بحكي راسه. كل واحد يجميده على حاله. بده واحد يمجد يمجد بمجد الله والله ببارك له. فشاء القدر يا سادة يا كرام انه انا كتبت شعر في الملكات وفي الملوك. ولما كتبت شعر ناس كتير بقدر يمدحوا. هم حرين. فأنا كمان مرة بعيد هذا الحلقة تبع الحلقة الثانية كتبت شعر بالمركزين. هذا الشعر يعني مش مدح أو دم إنما فيه نقد للناس. يعني فيه تحذير أو ملاحظة للناس. إيش بقول الآن؟ بقول من أجل ذلك. من أجل ذلك يعني من أجل الإنسان البريء. أنتم الحسين المقداد أنتم الليث والورد أنتم الشام والزهر أنتم النصرة والشهد أنتم العارين الذي في واجبه لا يلين. الله الله الذي خلقكم وخلق الناس من الفناء قد أوجد لكم الحياة بالأمل والهنا. فالكل واجب عليه أن يدرس المنى وإلا كل شيء في الحياة ضاع وانتهى. والويل لذلك المجتمع الذي حكم على البريء جورا وبهتانا في الوقت الذي أصبحت فيه أعمال البريء ملحمة الشعوب بالأناشيد والغنى. يا هناء يا هناء قد غمرت بك الدنيا بهجة وأنعشت قلوب المعبين بين الناس غبطة. فأنت أنت الشريف الزاهد الشريف الزاهد قد أصبحت للحكام قدوة. والمجهول عنك في تاريخ الأمم قد أصبح شهرة. والله أكبر. العزة لله. المجد في العلا. الدنيا فانية لا تساوي درعا. هذا سادة الكرام أنا كتبته في الملك حسين. لما الملك حسين الله يرحمه لما كان عايش
السلم والضلال خطر الشعب الرجال مش بس انا حسين كل واحد فيكم حسين كل واحد فينا حسين ما عاد احسن من تاني مشان ما حدا يتطور على التاني ما عاد يشوف حاله على التاني في هذا البلد ابقى هذا حكمه حكمه من عند ربنا نعمه والحكمه نعمه ففي ناس يا سادة يا كرام فتحوا هذا الكتاب ديوان النجميات وطلعوا فيه شافوا انه في شعر شعر على الملك حسين الهاشمي قالوا هذا الشخص بضلوا عايش بالتاريخ ما بمكن قدر عظيم هيك شعر القدر انه شخص بده يكتب كلام اللي يكون درس نوع من درس للناس من خلال زعيمته واحد برضو هذا فن أنا ما بدي أمدح نفسي ولكن الناس يا سادة الكرام تفاجأوا لما شافوا إنه هذا الشخص ابنه طبعا هو لما اللي خلف ما مات بس إجا ابنه اللي هو الملك عبد الله الثاني الناس تفاجأت لما شافت انه قدر هذا الشخص اقوى من قدر ابنه ليش؟ الناس تفاجأت ليش اقوى؟ هذاك الزلمي ابو عبد الله مذكور بالكتاب بدك تفتح الكتاب تشوفه مش كل الناس بروحوا بفتحوا ولكن معظم الناس بروحوا على المعارض على جاليريات على الجاليري بالجاليري بيشوفوا صور الزعماء او المشاهير او العلماء الادباء وطبعا الزعماء هدول تزعموا المتزعمون بالمناسبه يا كلام المتزعمون انا بناشد الزعيم يعني انا بعتبر فنان زعيم عفوا انا ما ببالغ بناشد الزعيم المخضرم سمير غانم والزعيمه المخضرمه شيرين انه يسووا مسرحيه مش بيسووا مسرحيه المتجوزون يسووا مسرحيه المتزعمون رجاء يا ايها المخضرم سمير غانم أيوة أنا من اليوتيوب عم بفجرك ولا أيوة الممثلة اللي رفيقة المخضرمة الشيرين وأنا شخص عزامي يعني من حقي طبعا زي الناس الجوز الله يبعث لي واحدة زيك ما في الله كريم المهم يا سادة يا كرام الناس تفاجأت لما شافت انه الملك عبد الله ابن الملك حسين قدره اعظم من ابوه ليش؟ لانه لما تدخل الجاليريات بتشوف صور هلا مثلا يا سادة الكرام بنعطيكم مثال هذا التيوب فيه مفاجآت يعني ما تستطروا في كثير مبسوطين من اليوتيوب من اليوتيوب هذا في مفاجآت هذا الحلقات اكثر من 100 حلقة أنا بديش أقول لك ألف الله كريم في ناس كتبوا أحداث قصدي جابوا أحداث ورسموها زي مثلا المسيح اللي بيقول عنه النبي سوى العشاء السري رسموها العشاء السري يعني أحداث فأنا جبت حدث من التاريخ كان دائما يستمر لألوف السنين وهذا الحدث اسمه الطريق الحريري يا سادة الكرام أنا سويت لوحة شايفين هذا الطريق الحريري This is the Silk Road Ladies and Gentlemen This is the Silk Road وهلأ أنا جبت مثل المثل سويت اللوحة المثل ايش بقول
مذهب مثل عربي مشهورة ده اللي ما يعرف الصقر يشوي اللي ما يعرف الصقر يشوي يشوي هاي المثل هذا الصقر موجود على كتف شخص عربي شخص عربي والعربي هذا شخص معروف اللي هو واحد من الرعاة يعني اللي برعوا البلد يعني مش راعي يعني القادة العرب اللي هو الملك عبد الله الثاني فهذا الصورة الرحيزة طبعا هذا الدولي ما في قانون بالعالم بمنع واحد يجي يقول لك ليش انت بترسم صورة لينين انا بالزمان رسمت صورة لينين معناته انا صرت شوي انا شخص درس طب تشريح رسمت اجساد عارية معناته انا صرت زنديق ديوس زي ما بيقولوا هيك الناس عندهم انطباع قال بيصرفوا علي النسوان ضدي قال مشان انا اكره النسوان لأنه قال أنا بكتب الشعر في النسوة شوفنا وين يسمعوني كلام بس هاي الأفلام ما بتمشي علينا يا صديقي الكرام فهذا الصورة اللي أنا سويته اللي ما يعرف الصغير يشوي بالإضافة أنا برضو أنا مسوي كمان منظر مثلا من مناظر البتراء شايفين هذا منظر في البتراء وهذا منظر خلاب تقدر تشوفه على بعد لما بتكون شمال المنظر ده على بعد 300 كيلو تصور بتقول انت بعيد عن المنظر هذا على بعد 300 كيلو اكثر بتشوف هذا المنظر شايفين هذا جبال أرارات بين القمة والقمة يعني بين القمة الجبل والقمة الجبل الثاني المسافة 2000 متر 2 كيلو على ارتفاع الجبل هذا الكبير اللي على يميني أنا ارتفاعه عن سطح البحر 5200 متر يا سادة يا كرام بعد ما سمعتكم شعر طبعا برضو أنا يعني عرفتكم أكثر شو عم بصير بالنسبة لأنه هذا الصورة اللي ما يعرف السجل شوي هذا بده ينطبع بده ينطبع بنحط في جاليريات العالم كله فشو صار هنا هذا القدر اعظم ليش؟ لان الناس بتدخل على الجاليريات بتطلع وين في لوحات كويسه في حكمه بياخذوها هذا السؤال دائما بيكون موجود في جاليريات العالم ليش؟ لانه هذا مثل اللي ما يعرف السجل يشوي وخمسين سنة بعض الأرمن والعرب بدي يشوي الصقر هذا اللي قدامكم قال لهم 50 سنة الناس قالوا يا جماعة الخير الصقر ما بيشوى بالتور بالزور بدي يشوي قالوا بدي يشوي قالوا نحن أبناء الإرادة أوضح الناس لسانا وأنظر الناس عودا نسعى إلى العلياء صناديدا ونحارب الخبث بلا هودا كفاحنا في تاريخ الوجود سابدة جلمودة وحضارات الوجود على أعمالنا شاهدة حميدة والسلام على من اتبع حكمتها والقلودة
منتصب القامة في أمشي مرفوع الهامة في أمشي منتصب القامة في أمشي مرفوع الهامة في أمشي على كتفي شجرة زيتون من فوقها رمشي وأنا أمشي رأيت في السماء رب العرش يقول لنا لا ترموا أنفسكم بالتهلكة ويجرونكم في النعش بل كونوا ساميين مفتخرين كخدود العرسان خلينا من النمش وأنا أمشي سيداتي أنا سأدري أن أكتفي بهذا القدر من هذه البث هذا الحلقات قلت لكم حلقات تقول الحمد لله وإن شاء الله بنشوفكم في الحلقات الجاية أوكي والله يعطيكم العافية مع السلامة.